يطلعوا من راسي. وين رحتوا؟ الله يرحمك يا ستي، ما بيمرق يوم ما بفكر فيكي وبسأل حالي يا ترى رح تكوني فخورة فيني مثل ما كنتي بتتمني، ولا رح تغيري رأيك لما تشوفيني هيك عايشة لحالي عم حاكي حالي. على شو بدك تكوني فخورة فيني؟ على هالعيشة؟ على هالكبرة اللي بتوجع القلب؟ شبك؟ شبك شو صار لك هيك على غفلة؟ ما بعرف ما بعرف، بس هيك عم بتذكر كل الوقت، تذكر لما كانت تقعدني هون بحضنا مطرح ما انك قاعدة وتسايرني وتحكي لي قصص عن أميرات، كانت دايماً تحسسني أني أميرة من أميرات قصصها. إيه والله حكياتها وقصصها كانوا كتير حلوين. لا حلوين ولا شي، قصص مثل السم. خلصنا بقى، تركيها بحالة للبنت، مالك شايفتيها بكيانة وعم تفش خلقها؟ ما رح أتركها لحتى تفيق وتصحى، قال قصص أميرات قال. طيب ماشي، نص دقيقة خليكي. وينها؟ ها ليكا الأميرة النائمة. ايه والله قصة بتاخد العقل. قصدك بتخرب العقل. شو المغزى منها؟ انك تضلي مقبورة نايمة مغمضة لا حس ولا نبض لحتى يجي الأمير يطقك بوسة، ووقتها قال شو؟ بتفيقي بتعيشي حياتك. ايه انو حياة هي؟ بتخلص حياتك وبتخلص مع القصة. يخرب بيتك يخرب بيتك، انت من وين بتجيبي هي الأفكار على راسك؟ طيب ساندريلا، قصة ساندريلا قصة حلوة، ليش ما بتعجبك؟ على شو بدها تعجبني؟ يعني لازم البنت تحتال وتكون كذابة وتغير بشكلها ومكياجها ولبسها وفستانها بس لحتى تصير بني آدمة؟ ليش؟ لأنها فقيرة؟ يعني عيب؟ ايه بس هي انتصرت بآخر القصة. وعلى شو انتصرت؟ إذا هي وإخواتها عم يتخانقوا على العريس والأمير بده ياخد اللي بتجي عليها الكندرة، يعني أنتي كلك على بعضك قيمتك كندرة. إيه طولي بالك طولي بالك، تخنتيها كتير، يعني على أساس القصص اللي كانت تحكي لها إياها أمها أحسن؟ طبعاً أحسن أحسن بكتير، كانت تحكي لها قصص عن ملكات حكيمات بطلات قويات أنقذوا العالم من الشر والظلم. تذكرت تذكرت، وكنت أسألها أنه هدول اللي عم تحكي عنهم عن جد موجودين بالحقيقة؟ أنه المرأة هيك فيها تسافر وتغامر وتحارب وتقود دول وجيوش؟ طبعاً موجودين. وبيوم من الأيام